بدوره أكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي خلال المؤتمر أنه لا توجد لدى الحكومة أي خطط لتحريك أسعار البترول خلال الأشهر الستة القادمة، موضحا أن الدولة تدعم المنتجات البترولية بقيمة 10 مليارات جنيه شهريا. قولة واحدا عشان بس أكون واضح فيها، ان احنا ما عندناش اي خطط لزياده اسعار المنتجات البتروليه خلال اللي هو 6 أشهر اللي جايه، يعني كما يعني ذكر الحقيقه واعلن دوله الرئيس يعني في مؤتمر من كام يوم. الحاجه الثانيه اللي هو هرجع على اليه اللي هو قصه اللي هو التسعير، احنا الحقيقه الاهتمام اللي هو الاول ان احنا نزود اللي هو الانتاج المحلي، لان انا اتكلمت على العوامل اللي هي بتؤدي الى الفجوه بين اللي هو سعر تكلفه المنتج وسعر المنتج نفسه. وعشان كده احنا كل مجهوداتنا الحقيقه متركزه على العمل على زياده اللي هو الانتاج، فبالتالي ده يقلل اللي هو الفاتوره الاستيراديه للمنتجات البتروليه اللي هي في الاخر بتؤثر على التكلفه اللي هو النهائيه للدوله. وفي نفس الوقت برضو احب ان انا اوضح ان حتى مع اللي هو الزيادات اللي هي تمت دي، الدولة النهاردة بتدعم المنتجات اللي هي البترولية، وهنا بتكلم على مجرد حتى اللي هو البنزين 92 و95 والسولار و80، يعني بنتكلم حتى النهاردة اليوم ده بنتكلم في حدود 10 مليار جنيه كل شهر دعم.